كابتن اسامه الف مبروك، توقعتها ثلاثيه وقد كان. الحمد لله، مبروك طبعا للنادي الاهلي يعني كل ما ينتمي ليه، مجلس اداره، جهاز فني، جهاز اداري، طبي، اللاعبين، طبعا على راس الجميع الجمهور. فوز مستحق 3-0 عن جداره، وكان فرصه كمان انك تزيد الاهداف. يعني الشوط الاولاني يمكن البدايه كان فيها استعجال لغايه لما جبت الجون في اخر الشوط. الشوط الثاني يعني خلاص وضح فرق الامكانيات الكبير جدا بين الاهلي واوكلاند سيتي، من حيث الخبره، من حيث مستوى اللاعبين، من حيث الجانب المهاري لكل لاعب على حده، من حيث الناحيه الخططيه. حتى لما كنا بنتكلم عن النواحي البدنيه ان هم ممكن يكونوا فيها كويسين، النواحي الفنيه والمهاريه والخططيه لعيبه النادي الاهلي ما بينتش حتى ان هم بدنيا كويسين. ولذلك الشوط الثاني شوط من طرف واحد، وكان ممكن جدا زي ما قلت حصيله الاهداف تزيد. شوط جيد ورائع من النادي الاهلي، ولعيبه كتير حتى تحسن ادائها بعد الهدف الثاني اللي هو جه في الدقيقه 55، سهل بقى المهمه خالص. يعني حتى يمكن كابتن شريف كان بنتكلم بين الشوطين، قال لي بس نجيب الجون الثاني. اول ما جبنا الجون الثاني الموضوع بقى كمان خلاص، يعني تحس ان فرقه اوكلاند سيتي بتكمل الماتش وخلاص. يعني ما فرحه الجماهير يا كابتن، وفرحه طبعا اعضاء مجلس الاداره ولجنه التخطيط في النادي الاهلي، كابتن زكريا ناصف وكابتن محسن صالح، فرحه كبيره يعني بصراحه. الاهلي جرحي الاهلي دايما مفرح جماهيره، زكريا وناس كتير. يعني طبعا النادي الاهلي مفرحنا على طول، استاذ ابراهيم المنيسي واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. يعني الحمد لله النادي الاهلي دايما مفرح. طبعا مكسب حلو ومريح. يعني زي ما قلت لك ابتدى الشوط الثاني يتسهل قوي بعد الجون الثاني، والثقة خلاص جت لمعظم اللعيبة، حتى اللي كان مستعجل أو متوتر شوية الشوط الأولاني. الجون الثاني حسسهم أو أكد لهم إن المباراة إن شاء الله بتاعتهم، فبقت تناول الكرة بسهولة جدا، الوصول للمرمى سهل جدا. ولولا كمان إن بعض اللعيبة كانت بتزود داخل ال 18 في حاجات، يعني يمكن حد عايز يجيب جون، حد شوية عايز يعمل لعبة فيها يعني شكل حلو قوي أو مهاري قوي، مش حاجة طبيعية، كانت الأهداف زادت. فمبروك، مباراة كلها في مجملها جيد، والشوط الثاني بالذات وضح التفوق للنادي الأهلي في كل عناصر اللعبة. صحيح. وإن شاء الله طبعا فرحة كبيرة، وإن شاء الله نستعد انه ال 48 ساعة او 72 ساعة او 72 ساعة هتلعب مباراة على طول، فلازم التحضير ليها والاستشفاء يبقى كويس. هيرجعوا لنفس البلد اللي كانوا قاعدين فيها، مش هيقعدوا في البلد دي. هيرجعوا لنفس مكانه في الفندق اللي كانوا موجودين فيه. طبعا كل ده طبعا هيرجعوا لطنجة تاني، كل ده طبعا بيعمل اجهاد، فعايزين استشفاء كويس جدا للاعيبة، بالذات اللي لعبوا ازمنة طويلة في المباراة، او اللي كمل ال 90 دقيقة، او اللي لعبوا حتى ال 75 دقيقة او فوق الشوط. يعني استشفى كويس جدا وراحه كويسه جدا، لانه كل ما هتخش على الدور اللي بعده كل ما الامور هتبتدي تصعب اكتر شويه. فالحمد لله، مبروك لجماهيرنا ومبروك لكل من ينتمي للنادي الاهلي.